السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سيول العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة شقة ممتازة بالفرش والأجهزة الكهربائية للبيع في اسكندرية العجمي، مدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الله. نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا ده ريسبشن كبير مربع، وصلنا هنا موجود مطبخ أمريكاني مجهز، عندي هنا دي صالة توزيع الغرف، وعلى يمينه موجود الحمام، وعندي هنا أول غرفة نوم كبيرة ما شاء الله، موجود فيها 2 سرير كومودينو، وعندي هنا دي الغرفة التانية موجود فيها برضو 2 سرير كبار ودولاب كبير. وعندي هنا ده الريسبشن، نطلع مع بعض البلكونة. دي رؤية الشارع، موقع ممتاز يصلح للسكن الدائم طول العام. جنب مننا الخدمات العامة والشارع الرئيسي داخل القرية. نتكلم مع بعض على تفاصيل الوحدة بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة في الطابق الثالث علوي. العمارة عبارة عن 5 طوابق. العرض بتاعنا في الطابق الثالث، موجود اسانسير وحارس خاص للعقار، والشقة مسجلة في جمعية 6 أكتوبر القوات المسلحة، وكاملة الإعدادات كهرباء ومياه، وزي ما احنا عارفين بنستلم آخر فواتير كهرباء ومياه بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للشقة 100 متر، عبارة عن غرفة النوم وريسبشن كبير ومطبخ أمريكاني وطرق التوزيع للغرف وحمام ولكونة كبيرة. موقع ممتاز بجوار الشارع الرئيسي والخدمات العامة، يصلح للسكن الدائم طول العام. البيع بالفرش والأجهزة الكهربائية، السعر 250,000 جنيه كاش قابل للتفاوض. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت، صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا معانا كمان في القناة عشان يوصلكم كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس ومميز جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.